كانت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة فجر اليوم. تأتي هذه الغارات بعد يوم من استشهاد فلسطينيين اثنين في غارات شنها الاحتلال بالأمس على القطاع. وزعم جيش الاحتلال أن الغارات الأخيرة استهدفت مواقع عسكرية لحركة حماس، وكان صاروخا قد أطلق من غزة على جنوب دولة الاحتلال لم يسفر عنه سقوط أي قتلى أو جرحى.